في الجهة اليمنى إلى خلفان، الكرة العرضية راحت إلى عبد الله، عبد الله رمضان، عبد الله، عبد الله، حلوة حلوة حلوة، يا سلام يا سلام يا علي، علي مبخوت يسجل، علي مبخوت إلى الهدف رقم 225 أو 200، نعم، و24، علي مبخوت إلى الهدف رقم 244، يا لها من أرقام أوجدت لكي يكسرها علي. مصلحة نادي الجزيرة، خلفان مبارك، خلفان تمرير، لعيب لعيب إلى الممتع، يا سلام، خلصها خلصها علي مبخوت، شيئا وفشيئا من تحطيم رقم أيضا الفهد الأسمر، علي مبخوت هدف ثاني يسجله، علي مبخوت يصل إلى هدف رقم 206، هدف رقم 25، هدف رقم 245. كرة تعود الآن، محاولة لمسة أمامية، نقلة لأناتول، أناتول، أناتول، لعب لك كرة عرضية، لكن ميلوش، ميلوش بيخلص تسديدة، يا سلام يا سلام على هدف التخليص هذا الموسم، هذه التمريرة، أناتول، أناتول قاتل عليها، أناتول الكرة العرضية، ميلوش تردد فيها، ميلوش ثم بعد ذلك انقض عليه اللاعب لورينسي، والتسديدة كانت قوية سريعة من اللاعب حمد اللي سجل وعاد الأمور، بل قلص الفارق أخرى اللي على أمام، تمريرة لأيمن، أيمن 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 أيمن، حسين حسين يا حسين، حسين يسجل، أيمن حسين العراقي دونها، هلا بيكم هلا، يسجل أول أهدافه مع نادي الجزيرة، أيمن حسين اللي راوغ تقدم ثم بعد ذلك سدد، وضع حارس المرمى في وضعية المتفرج، تفرج عليها، لكن أيمن راوغ، أيمن لعيب، أيمن رائع يا أيمن، سجل أول أهدافه مع نادي الجزيرة في دوري أدرك للمحترفين، وهلا بكم هلا، العراقي يسجل أول أهدافه.